ايه اللي جابها في بالك هذه الفكرة الجميلة اللي تستحق التحية والتقدير؟ ربنا يكرمك يا استاذ عمرو، تحياتي ليك وتحياتي لاسره البرنامج وللساده المشاهدين. الفكره بدات معانا في عمرو في عام 2016، كنت انا واحد الاصدقاء اسمه اسامه عبد المهيمن. كان الغرض الاساسي منها رسم البسمه على وجوه الناس. من هنا بدانا التفكير في فكره جديده نقدر نبسط بيها الناس. ولاننا في قريه ريفيه اقترحنا اقامه ماراثون للحمير. جميل. والحمد لله قدرنا نقنع الناس من خلال تقديم جائزة عينية للفائز. وده اللي خلى لنا المصداقية عند الناس في الماراثون الثاني. الحمد لله المهرجان في 2018 احنا اشتغلنا فيه على شقين. الشق الأول منه اللي هو الأساسي في الموضوع اللي هو رسم الابتسامة على وجوه البسطاء. الشق الثاني وده رسالة من خلال المكان. يعني احنا رأينا في اختيار المكان ان احنا نوصل رسالة للسادة المسؤولين من خلال الماراثون. يعني توصلوا رسالة، عايزين تقولوا لهم ايه؟ اخترنا رسالتنا من خلال المكان، اخترنا طريق رئيسي بجوار مجمع مدارس. والمجمع ده الوحيد في القرية يعني. والطريق ده مليان بالقمامة. وده اللي بيسبب لاولادنا في المدارس الامراض. يعني انتوا كنتوا عايزين تلقوا الضوء على الطريق ده كنا نلقي الضوء الاول الشق الاول الابتسامه اللي هي غايبه عننا بسبب الضغوطات الحياتيه اللي احنا بنعيشها دلوقتي. مين مننا النهارده بيقابل صديق ليه في الشارع بيلاقيه بيضحك؟ مفيش. طب ليه ما فكرتوش يا استاذ عماد وانتوا يعني افكار مبتكره وتستحق التحيه انه الشباب بتوع القريه مثلا يعملوا مثلا يوم للنظافه؟ انا ما بقولش كده علشان اخلي مسؤوليه الحي ولا مسؤوليه مجلس المدينه، لا ده شغلهم. بس ما هو بالفعل في بعض من الشباب في القريه هنا استاذ عمرو اسمها مجموعه العمل العام قايمه على الموضوع ده. تمام. قايمه على النظافه بس محتاجين بالتأكيد بالتأكيد واحنا بندعم وبندعم يعني مطالبكم وبندعم صوتكم. بس قول لي كم حمار اشترك في بتاعنا؟ 35 فعلا؟ 35 حمار تقريبا. كان الجمهور مش اقل من 3000. ما انا شايف يعني بسم الله ما شاء الله الحمد لله التغطية الإعلامية المحلية والدولية كانت على أعلى مستوى. ولعلمك يا أستاذ عمرو هو مش أول حد يعمل المهرجان أو الماراثون ده. احنا في أوروبا كرواتيا وألمانيا. لا ما أنا عارف مدينة دي عارفها. وزي ما إخواننا في الخليج برضو بيعملوا مهرجانات يعني للإبل. سلطنة عمان كان في حضور السلطان قابوس. صحيح صحيح. قول لي طيب الموبايل اللي فاز بيه الأخ نوعه إيه؟ مسموح ان انا اقول نوع؟ قول يا عم اللي يهمك. اوبو. ايه ده؟ اوبو. لا تليفون كويس. تليفون ممتاز. تليفون محترم، بس ما كانش في كانت في نزاهه في الموضوع يعني؟ ما فيش. لا الحمد لله هو ليه خط بدايه ونهايه فمعروف قدام الناس كلها مين اللي فاز يعني. طب جميل. ما فيش منشطات ما فيش منشطات. انا بشكرك يا استاذ عماد.